في اليوم العالمي لمتلازمة داون أو تريزوميا أو متلازمة الحب كما يفضل بعض الأشخاص تسميتها، قناة رؤيا شاركت نادي إيسايا بينيفول التابع للمدرسة العليا للعلوم الغذائية والصناعات الغذائية بالجزائر العاصمة في إحياء مبادرة إنسانية توعوية حول المتلازمة وتشجيعاً للمصابين بها. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. alors c'est Malek Hadiouch, étudiante en 4e année à l'école supérieure de sciences de l'aliment et industrie agroalimentaire et je suis membre dans le club Essaya bénévole et en même temps l'organisatrice de هذا l'événement. l'idée c'est انا toujours كنت نخمم باش ندير هذا l'événement ça fait longtemps parce que كانت عندي صاحبتي بيرحمها كان عندها هذا المرض تعاني من هذا المرض وكانت بزاف موهوبه جور دير ماكرامي دير خياطه دير غاتو دونك الاعاقه تاعها ما حبستش ما خلاتهاش تمبيشيها على النجاح دونك سي بور سا حبيت يكون هذا l'événement باش نبين للناس باللي الناس اللي عندهم لا تريزومي 21 ماهمش ناس فاشلين نو ناس ناجحين ويتحداو في المجتمع ويتحداو في المرض تاعهم باش يتطوروا فوالا. بون هي كان نشوفوا من الجانب العلمي سي فري هما عندهم اختلاف علينا كي عندهم مع كروموزوم زايد في لادين سي بور سا سماوها على تريزومي 21 دونك على مستوى الكروموزوم 21 كاين كروموزوم زايد بارابور لي بيرسون نورمو دونك هاد الحاجه راح تخلي النمط الظاهري تاعهم مختلف على النمط الظاهري تاعنا التفكير تاعهم يقدر يكون متاخر على التفكير تاعنا لكن هذا الشيء ما يمنعهمش باش يقوموا باعمال حنا نقوموا بها باش يقراوا باش يخدموا باش يكونوا اسره باش فوالا دونك لازم برك لي بارون كي يكون عندهم طفل يعاني من هذا المرض يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه يعرفوا كيفاش يكونوه باش يقدر يكمل حياته. اليوم راح تزورنا اسوسياسيون من اقبو راح يجيبونا دي زونفون تريزوميك انا كونتاكتيتهم باسكو عندها كامل لي كاتيجوري عندها كامل الاعمار الوغ راح نديرو لهم دي زاتوليي دي جو راح نديرو لهم اوسي دي بوستر باسكو حنا رانا في لو دومين اغرو اليمونتير دونك راح نقولو لهم علاش ما لازمش تاكل هادي علاش ما تاكلش هادي باسكو لا بلوبار الله غالب عندهم دي مالادي سوا دي مالادي كاردياك ولا عندهم سيلياك دونك ما لازمش ياكلو غلوتين اكسيتيرا دونك حنا راح نقولو لهم علاش تاكل هادي علاش ما تاكلش هادي ندير لهم سنسيبيليزاسيون اوسي جبنا لهم كلون باش يلعب معاهم اي تو. انا الرساله تاعي سي كو ما نزيدوش نعطوهم بلقب المونغوليين اللي تشبيها بشعب مونغوليا هاد الحاجه شغل بيد ربي واحد ما تدخل فيها باه تكون دونك النصيحه تاعي للناس انه يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع هاد الاشخاص لانهم اشخاص حساسين وفعالين في المجتمع. سي محمد هنا شوي ستوديونت على إيسايا شوي aussi membre du club de إيسايا bénévole qui a été créée en 2019 par deux étudiantes. Et ensuite, elle a évolué durant le temps par la participation des étudiants de l'école. Et voilà. Comme le 21 mars, le but principal, c'est d'intégrer les enfants malades voilà, dans le mujtama. السلام عليكم. إيسايا بينيفول النادي التطوعي للمدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالعاصمة يصادف اليوم 21 مارس اللي هو اليوم العالمي لمتلازمة داون أو بما نسميها نحن متلازمة الحب. الهدف من هذا الإيفينمون تاعنا بما أن مدرسة عليا في علوم التغذية راح نحاولوا نتكلموا على التغذية السليمة اللي نقدروا نقدموها لهؤلاء الأطفال المصابين مثل هذه المتلازمة. كاين أطفال بزاف كاين أشخاص بزاف ما يعرفوش يتعاملوا ولا ما همش فاهمين وش هي هذه المتلازمة كيفاه جات عند بالهم مرض وراثي احنا راح نحاول نعرفوهم بهذا المرض. قمنا بمجموعة من الأنشطة أنشطة ترفيهية قدموها للأطفال مجموعة من الألعاب رسم على الوجوه وحنقدموا مجموعة ثانية من البريزونتاسيون حتكون فيها تعريفات على هذا المرض وأي حاجة متعلقة بهذا المرض. سي بلعلي دوما خديجة étudiante en 5e année, le contrôle qualité, spécialité contrôle qualité. Le message intérieur ou le club en général, c'est que cette catégorie, elle est machine arsa ou la machine, elle manque quelque chose, mais elle est spéciale. Cette spécialisation, nous l'utilisons pour les encourager, pour faire leur plaisir et pour les bénéficier, pour les intégrer aux sociétés aussi. Alors, بونجور معك فتيحة بن رحماني أم متلازمة داون صالح
كاتبة كتبت دو ليفر على لا تريزومي 21 و جو سويس ايديوكاتريس ولا كوتش بور لي مامون معناتها انا عندي جو ترافاي افيك لي مامون بور لاكسبتاسيون دي زونفون جو ترافاي افيك لي مامون اي لي بيتي تريزوميك الابن تاعي نتاعو معاه نورمال لا سول ديفيرونس سي لازم له اهتمام مختلف فقط لكن هو انا ديجا كونسيديريتو انه نورمال لا تريزومي ماش ما اثرتش وشنو لازم الخدمه كل يوم والخدمه متواصله الو المتلازم الداون عندهم حاجه انه عندهم صعوبه التعليم تاخر وهذا التاخر نسبه تاعو تتغير من طفل لطفل احنا باش الخدمه تاعنا ولا لا بريزون شارج تخدم على انه حنايا نقد نسيو نقصوا هذا الروتار الماكسيموم هذا هو الخدمه تاعنا شاك جو الو شاك موا شاك 3 موا شاك 6 موا عندنا دي بوت ان بوت باش نقدروا نوجدوا الولد نديروا له ان ايفي ليفي تاع لي كومبيتونس ونديروا له بريباراسيون دابرونتيساج باش مع الاول يكون عنده لونت يكون تقيد باش يتعلم ومن بعد مع لي ترافو مع الخدمه مع هذا واش قلت لك خدمه متواصله كل يوم تكتب له المعجزه من الولاده الى السنه والثاني الطفل الخارق من السنه الى 3 سنوات هي في الكتاب فيه قصة حياة الابن تاعي صالح كاع التحديات اللي جزناهم وكلش وك افوار ان انفون عندك طفل متلازم الداون ماشي نهاية العالم والشطر الثاني تاع الكتاب فيه تمارين اللي يسموها تمارين توعية ولا تمارين الأنشطة الوغ عندنا أنشطة لغوية أنشطة حسية أنشطة تاع الذكاء أنشطة تاع الخيال كل هاد الأنشطة تقدر الأم تخدمهم مع وليدها في الدار بالأمور اللي عندها في الدار وباش تقدر تعاونه باش يتفادى الروتار هذاك دكتور عيسي محمد يحيى الأمين مدير مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية على مستوى المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائية دونك حنايا كمدرسة عليا يعني عندنا بعض النشاطات نشاطات علمية بيداغوجية وهذه النشاطات هذوما تقريبا بصفة عامة يقوم بها تقوم بها المؤسسة المدرسة في إطار يعني البرامج يعني اللي راهي مسطرة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكاين تقريبا النشاطات الأخرى يقوم بها النوادي العلمية اللي تابعين لهذه المؤسسة دونك هذوما كامل الأنشطة الثقافية ولا الأنشطة الاجتماعية يقوم بها هذا النادي العلمي ويلقى دعم كبير حتى من المؤسسات الأخرى ويلقى دعم كبير أيضا من برامج يعني في من وزارات التضامن وزارة الأسرة إلى آخره إذا هذا كما هذه التظاهرة هنا قمنا بها يعني دعمتها المؤسسة دعمتها المدرسة العليا يعني على مستوى هذه المؤسسة عندنا في يعني موقعين هنا في بالنسبة للمدرسة هنا بعض الأنشطة قاموا بها الطلبة النادي العلمي واللي تقوم بالتعريف ما هي هذه التريزوميد كيفية التعامل مع مع يعني الناس اللي عندهم مشكلة نتاع التريزومي يعني حتى ما يكونش هناك يعني بعض النظرة السلبية للمجتمع تاعنا اللي ما يكون في هذا هو عبارة عن مرض كعادي الأمراض ويقدر يعني نلقى حلول في التعامل تاعو في التقبل تاعو في كل شيء هنا النادي العلمي يعني قام بعدة أنشطة فيما يخص التعريف بهذا التظاهر التعريف هذا المرض ولا التريزومي وحتى كيفية التعامل مع هذا التريزومي Alors, c'est Madame Benali Medihha, je suis présidente de l'association Espérance pour autistes arbo et retard mental. Donc, Hnajina Mbjaya, en réponse à l'invitation de le groupe de bénévoles ICA, qui ont fait un excellent travail, nous remercions pour cette mobadara, surtout les Ardouna Hnajina Mbjaya, ça nous a fait beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup d'émotions qui chefna les enfants Mkbilet, ils étaient heureux de voir les ateliers qui ont été préparés pour eux chefou le clown l'abo avec les bénévoles le club bénévole ECA à qui on rend un vibrant hommage et on remercie aussi le directeur du centre ECA qui a ouvert ses portes les jeunes ou l'internet. Bonne fête à
tous les enfants trisomiques et autres, Anas Meyoum, les enfants extraordinaires parce qu'ils le sont. Et je leur souhaite que du bonheur. Et je profite d'interpeller l'État et de faire, Inch'Allah, quelque chose pour ces enfants-là à l'occasion de leur journée, de leur offrir un geste qu'ils méritent. Voilà. Pour eux, qui facilitera leur vie à eux et à nous aussi, les parents. Merci. وعطوكم الصحة نتوما لا شين رؤيا pour le travail que vous faites sur le terrain.